مرحبا، انا فهد، طالب مغترب عن سوريا. بس حبيت بدي اوصف شعور وقت تشوف حدا ماشي بالشارع ولا ببلاد الغربة وتشوفه انه عم يحكي بنفس لغتك عامة وبنفس لهجتك خاصة، يعني عن جد شعور لا يوصف. تشتهي انك تبوسه ولا تبوسه من شنقه، يعني عائلة الحلبية. يعني عن جد ابوس ترابك يا حلب، اشتقنا لكم.